الوضع الاجتماعي أو السياسي إلى تأثير مباشر على الفن أو الإبداع بصورة عامة، حتى الشعر أو الكتابة أو القصة بصورة عامة. قد يكون بالفن التشكيلي ذات يعني خلينا نقول تأثير محدود، لكن بالنسبة إلي أنا اشتغلت على فد مشروع جديد، ولحد الآن طبعا هو ما كمل لأنه هو مشروع ضخم، لكن أحب أتحدث عنه بعض الشيء. المشروع هو خارج عن أسلوبي كليا، خارج عن الفن اللي أشتغله من زمانات، لأنه هو قد يكون إلى علاقة مباشرة بالوضع الاجتماعي أو السياسي، أو إحنا نقول بصورة عامة الوضع مأساوي، لكن أنا اختاريت زاوية معينة مهمة بالنسبة إلي، واشتغلت عليها من فترة طويلة من خلال بحوثي ومن خلال أسئلة ناس واقعيين، لأن هو المشروع قد يكون بجزء كبير من عنده واقعي. المشروع هو يتضمن السجين بصورة عامة، السجين المذنب أو غير المذنب. أنا اشتغلت على عائلة السجين، وهذه طبعا حالة صارت عندي من خلال تدريسي بأكاديمية فنون جميلة بالعراق. واجهت قصص حقيقية لطلاب كنت أدرسهم اختفوا فجأة، ولما رجعوا كانوا مسجونين لفترات طويلة بالتحقيق بالسجون. طبعا السجون هي تلك الفترة كانت أمريكية، وكانت لهم قصص أثرت بي بشكل خلينا نقول كبير، و هذا جزء. وجزء آخر هو حالة إنسانية عامة لعوائل السجين، يعني السجين عنده أب ينتظره، عنده أب رباه، عنده أم تعبت عليه، وعنده أم تعشقه، وعنده عشيقة، وعنده صديقة، وعنده صديق، وعنده أخت وأخ. هؤلاء جميعا لهم يعني حالة إنسانية من خلال دراستي لهذا الموضوع، وجدت أنه السجين قد يكون مذنب، قد يكون إرهابي، قد يكون غير مذنب بريء، لكن بكل الأحوال هنالك عائلة بريئة، عائلة تتمنى رجوع ابنها السجين، تتمنى ابنها لو ما كان مذنب أو ما كان إرهابي. فهذا المشروع هو جزء من التأثير المباشر من المجتمع العراقي الحالي المعاصر. فقدرت أوظف لوحة، طبعا المعرض هو مجموعة لوحات ما تتجاوز 10 لوحات بحجم كبير تقريبا بين 2 إلى 3 أمتار على ورق. واسم المعرض هو طبعا اسم المعرض المقترح له هو لحد الآن مكتمل، اسمه ماشيتات لأفلام لم تعرض، وهو جزء من عنده قصص واقعية. راح ترافق كل لوحة طبعا نبذة من القصة، أو تتحدث عن بطولة هذا الفيلم اللي لم يعرض. بعضهم ما أقدر يمكن أقدر أشوفها لأنه هي بأحجام كبيرة وملفوفة، لكن ممكن نشوف هذه اللوحة، وممكن نشوف الصور أنا لأنه درستها بالكمبيوتر أيضا من خلال دراسة الكومبوزيشن والإنشاء التصويري، لأن هي لوحة قدر ما هي ماشية، إذا تتذكرون ماشيتات الأفلام الورقية اللي على واجهات السينمات. أنا حبيت المشروع يكون هذا، يعني حتى اللوحة راح تبقى هي ورقية وتتحدث عن فترة معينة خلال خلينا نقول الفترة اللي عشتها بالعراق بعد الحرب. عادة أنا أبدي يومي من الصباح الباكر، أتواجد بالاستوديو تقريبا معظم ساعات النهار. أحيانا أبدي تعتمد طبعا على المزاج اليومي، أحيانا أبدي بالقهوة مالتي الصبح وأدخن شيء بسيط، وأبدي أنتقل من حالة إلى أخرى. بالنتيجة أشوف نفسي يعني خلف الاستوديو، خلف الستاند أو خلف طاولتي هذه، وأبدي أشتغل. وطبعا تبدي ساعات النهار تقضي سريعا جدا أثناء العمل. هذه الاستوديو مالتي هو في بناية قديمة، تقريبا يرجع عمر البناية إلى 130 سنة أو أكثر، بناية قديمة
بها مجموعة فنانين يقاربون تقريبا 16 فنان أمريكي، لكن كل واحد بالاستوديو الخاص مالته، مغلق علي الباب. فهي أنا ضمن هذه الأجواء اللي هي ما تعدى أنه أسمع موسيقى، وطبعا موسيقتي هي بالدرجة الأولى هي موسيقى عراقية، حتى أبقى أحافظ على أجوائي اللي هي طبعا مهما تكون أجواء اللي أقدر أحافظ عليها، هي ما تجي جزء بسيط من استوديو الخاص مالتي في بغداد، واللي يعني أحن إلى بشكل طبعا يعني عميق جدا. الانتقال إلى استوديو آخر يمكن بعض الناس ما راح يقدر يتخيل أنه شقد تأثر على لوحة الفنان أو على شغله. على سبيل المثال في استوديو بغداد كنت أشتغل بمادة الأويل الزيت، وما كان عندي أي مشكلة الحمد لله، لأن كان الاستوديو كبير بمنافذ تهوية كبيرة. انتقلت إلى عمان، كانت جزء كبير من عنده هو أن أتحول من مادة الزيت إلى مادة الأكريليك لضيق حجم الاستوديو، بالنتيجة مادة الزيتية هي مادة سامة وتحتاج تهوية، أو على الأقل تحتاج استوديو كبير. فهي ببساطة انتقال من استوديو لآخر، لكن هي انتقال من مادة إلى أخرى على مستوى اللوحة أو على مستوى الشغل الفني. حاليا أنا باستوديو أمريكا، أيضا أعاني من ناحية التهوية، من ناحية متنفس، يمكن من الصعوبة جدا أنه أقدر أستخدم مواد السبراي أو الفارنيشات، لأنه يعتبروها خطرة على الصحة، وبالنتيجة أحاول ألقي البدائل اللي تعوض عن هذا الشيء، وهي بصورة أو بأخرى راح تأثر على العمل الفني. طبعا هذه الطاولة هي خلينا نقول طاولة التجارب بعيدا عن الستاند. أنا هنا دائما أشتغل بتجارب قد تنجح وتوصلني إلى أسلوب، وقد أبقى أراوح في مكاني، وبالنتيجة تبقى هي أعمال ما تخرج خارج الاستوديو مالتي، أو ما تخرج خارج خلينا نقول نظري. أعمال هي حصيلة المزاج اليومي، بعضهن هي أشبه بالمفكرات، أو خلينا نقول كتابة المذكرات، هي بها قصائد وبها شعر وبها خلينا نقول تجارب على مستوى المادة الفنية اللي أشتغل بها، وهذه هي دائما المنفذ أو المخرج إلي عندما يكون مزاجي بعيد عن أن أشتغل لوحة قد تكون هي يعني محضرة إلى معرض، أو قد تكون ضمن طلب شخصي أو طلب خاص إحنا نسميه أوردر. فهذا هو الموقع اللي أمارس به طقوسي أو تجاربي الفنية. احنا عندنا الوان نقدر نعتبرها الوان خاصة بالمجتمع العراقي، واللي هي الوان الشدري والتركواز، وهذه طبعا من مجتمع الى اخر تختلف. انا بامريكا وجدت انه بعض الالوان اللي هي مثل الوان البربل والبنفسجي والماروني اكثر المتلقين الامريكان يحبون هذا اللون. طبعا هي هذه من ذاكرة شعبية قد تكون نتيجة من اللاشعور الجمعي اللي موجود بكل مجتمع. فاحنا عندنا بعض الألوان اللي هي تظهر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لكن هي ضمن خلونا نقول نظام كامل اللي هو اسمه توظيف فلكلور شعبي. بعض الألوان يمكن المتلقي ما ينتبه لها، أنه حتى البساط الشعبي بعض الألوان هي مركزة وفعالة
بالذاكرة. قد تكون مثلا الألوان البساط الشعبي العراقي، الألوان اللي هي بيها التركواز والأحمر بصورة كثيرة واللون البرتقالي، نادر جدا أو يمكن ما نلقي اللون الأصفر. اللون الأصفر مغيب، اللون الأزرق اللي هو احنا نعتبره الألتر مارين، الأزرق الغامق، ما نلقيه بالبساط. مجرد ما تخليه لون أبيض يتحول البساط من شعبي عراقي إلى أفريقي أو حتى مكسيكي. فهذه الألوان أو ذاكرة هذه الألوان مهمة أنه تظهر باللوحة بصورة أو بأخرى. طبعا لو تنتبهين إلى الأسلوب العام إلي، هو طبعا أنا أركز بالدرجة الأولى على المرأة العراقية أو المرأة العربية. المرأة العراقية هي حاليا موجود هو هذا المجتمع، لكن أنا أركز على فترات خمسينات وستينات القرن لأسباب. السبب الأول أنه تلك الفترة هي فترة لها خصوصيتها من ناحية الاجتماعية وحتى من ناحية الشكلية. فذاك المجتمع هو مجتمع مغلق إلى طقوسة، إلى موضوعة، إلى مضامين الخاصة. النساء العراقيات لهم طابع معين كأزياء وكحتى الجو العام اللي موجود بالحوش. احنا نسميه الحوش لان هو طبعا هاي تسمية علمية لتصميم البيت العراقي القديم اللي هو من الاربعينات والخمسينات. الاجواء طبعا يمكن بيها نوع من التماثل ويا الاجواء العربية، لكن بيها نوع من الخصوصية ايضا. هذه الفترة هي اقرب الى نفسي من خلال دراستي لهذه الفترة. أنا كنت أدخل البيوت القديمة وأصور وأسجل وأكتب وأرسم سكتشاتي، وبالنتيجة توصلت إلى هذا الأسلوب لأتعايش وياه بشكل يومي من خلال الحوار المستمر ويا النساء اللي أرسمهم. طبعا هذه الأجواء اختلفت عندي بالمعارض الأخيرة لأنه كنت أركز على زاوية معينة وهي النساء العاملات في تلك الفترة، كانت الغسالة والخياطة وهذه الحرف النسائية اللي كان يمارسوها نساء العراق بتلك الفترة. معرض الأخير اختلف البيت العراقي لكن من زاوية أخرى بنظرة اجتماعية أعلى. أكو بيت الباشا خلينا نقول او الوزير او المتصرف، او هنالك مجتمع نسائي يختلف من ناحيه الليفل الاجتماعي اكثر ترف. الاجواء بها نوع من خلينا نقول البرجوازيه، نوع المبنى او خلينا نقول الشباك او الباب او الستاره او كلها بها نوع من الترف. فهي نظره الى زاويه اخرى من البيوت العراقية. فبالنتيجة مجرد ما اختلف عندي المضمون اختلفت المواد واختلف الماتيريال. اتجهت إلى استخدام الأقمشة والأوراق ونوعا من الفاين، هذا المادة الكلينكس أو هيك شيء، حتى أقدر أتوصل إلى مجتمع شرقي لكن بأكسسوارات دقيقة، بتفاصيل دقيقة، بتمظهر للأزياء بشكل أكثر تفصيل. وبالنتيجة مثل ما قلت هي أثرت على الأسلوب.